اهلا جمالات. صباح الخير يا عبد الغفار بيه. صباح الخير، اتفضلي. اتفضلي. الميزانية بكره 3 ايام ما نمش. الضرايب خربة بيتنا يا جمالات. ازاي قادر تقعد في الدوشة دي؟ أكل عيش؟ تصوري واحدة ست زارتني مع جوزها، قالت على بيتي معرض موبيليات. ليها حق، المرأة ضرورية في البيت. مش هتتجوز يا عبد الغفار بيه؟ هتجوز طبعا. امتى؟ قريب جدا، بكتير 10 ايام. بتحب واحدة؟ ايوه. مين هي يا ترى؟ لا، كل الاسرار هتاخديها مرة واحدة. طب استأذن انا بقى. ايدك جامدة قوي يا عبد الغفار بيه. 17 سافرت. سافرت 211 بتظبط الفرامل. 117 في اسكندرية. 23 هتطلع بعد شوية. 22 السواق عيان وطلب اجازة. 15 راحت للتحميل. عم حسان. ايه يا عبد الجليل؟ بلغ الباشمهندس العربية فراملها بايظة والدركسور الاخر بيغلب، يعني بايظة خالص ما تنفعش. طب اركنها بعيد عن المدخل. أيد عندك 18 بتاعة عبد الجليل كراميلها بايظة والدركسيون بيغرق. خد روح اشتري لك قميص. عمري ما اتصورت انك رقيق بالشكل ده يا عبد الغفار دي. جمالات، مين الأكثر وحشية، الأسد ولا الغابة؟ فالصورة دي. ادي الوحش فرصة يا جمالات. انت رايحة فين اصلي؟ رايحة اشتري قماش فستان الفرح. عبد الغفار اهي. يبقى جوه. ادخل له سعيد. لا 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 لا، احسن يكون مشغول ولا عنده حد. انت خايف منه ليه؟ دافع 1000 جنيه في الهوا في شقتنا. ليه دفعها؟ هو غصب عن عينه هيتكلم. تصوري ان انا افتكرت ان عينه عليكي وقبلت. سكننا جنبه عشان يكون قريب منك. يا ننوسه. طب روح له بقى. سعيد. ابقى عزيمه على العشاء. ايوه سعيد تعال. اقعد. ايوه سعيد، في ايه؟ كان بس موضوع. فريدة هسمعك على العشاء بكرة. سعيد، أنا عاوز إذن استيراد قطع غيار سيارات. وأنا إيه علاقتي بالموضوع؟ هي صعب لكن ممكن. بس إيه دخلي بالموضوع ده؟ أنا بشتغل. من هنا ورايح هتبقى المورد الخاص بتاعي. ولا احنا مش اصحاب؟ لكن كلمني بكره بالتليفون قول لي عملت ايه. تصبح على خير.
فريدة عزمك على العشاء بكرة. ألو؟ عايزة حمدي مبروك. أنا خطبته. إيه؟ نايم؟ طب إذا سمحت صحيه. مش ممكن؟ ليه مش ممكن؟ اعمل معروف المدة هتخلص. ما تقدرش تصحيه؟ ألو؟ 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 ايه مالك؟ ضحك علينا، خدعنا واحنا غلطنا. كان لازم نعيش حينا القديم على قدنا، سحبنا على الزمالك وغرقنا. فريدة اما يجي لازم تكلميه، انا ما اقدرش اديله اذون استيراد، ما اقدرش ابدا، ما اقدرش ما اقدرش. سعيد احنا عايزين 50 جنيه على الاقل كل شهر فوق ما هي. مش ممكن مش ممكن. اخد منه فلوس تاني؟ لا 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 ابدا، دي بيار ملهاش نهايه، بيار عمرها ما شافت النور. فريده انت عارفه النهايه؟ بيار ملح. ما احنا فيها ولازم نطلع منها. يعني نعزل؟ ايوه ايوه، لازم لازم نبعد، لازم نرجع لحينا، لازم لازم نرجع لاصلنا، لازم لازم. سعيد كيف النوم يا باشمهندس؟ أنا نمت كام ساعة يا جماعة؟ يوه، قول كام يوم؟ يا خبر، في خسائر جامدة في الموقع؟ لا، حاجات بسيطة. الحمد لله. على فكرة، خطيبتك اتكلمت امبارح. طب ما صحتنيش ليه؟ ما الدكتور كان مديلك منوم. على فين؟ حاول لحسان يحضر لي العربية عشان أسافر بكرة الصبح بدري. يا ستي لو انكسرت ابقى اجيب لي غيرها. لكن انا عايزه دي. جمالات. نعم. افرضي انك بتحب واحد والواحد بيحب واحده تانيه، تعملي ايه؟ ولا حاجه، ادور على واحد غيره. بالبساطه دي؟ طبعا، اتنين بيحبوا بعض يبقوا لازم مبسوطين من بعض. حتى اذا خطفتوا مني ايه اللي هكسبه؟ مش جايز تكسب كتير؟ لا ولا حاجه، مش هيكون مبسوط معايا ولا انا هكون مبسوطه معاه، وفي الاخر الحكايه هتتطربق على الكل. اجيب لك كوبايه ليمون. شكرا. سعيد. ايوه يا باشمهندس. تعرف ان فريده مراتك وصلت قلبك عن طريق معدتك؟ لا انا خدت الطريق الصحراوي. عبد الغفار بيه، مش ناوي تتجوز؟ ما انا هتجوز. حاطط عينك على واحده؟ ايوه. بتحبوا بعض؟ لا. زي جواز زمان يعني؟ لا. خطبتها؟ لا. لكن قلت لها طبعا؟ لا.
امال هتتجوزها ازاي؟ زي الناس. طب افرض انها رفضت. جايز. يبقى مش هتتجوزها بقى؟ هتجوزها. استأذنت اهلها؟ استأذن؟ انا استأذن؟ كل المطلوب هو ان امد ايدي واخد اللي انا عاوزه واملى بقي واكل. هي دي طريقتي في الاستئذان. وقبل ما تقولوا اتفضل اكون انا قاعد. ابويا قال ما عملتش صقر الحمام يعقلك. عجبتك؟ خضتني يا عبد الغفار بيه. حلوة قوي. اتفضل. قد ايه جميلة؟ شوف فستانها ولا ألوانه وعينيها ورموشها وشعرها. تجنن تجنن. بكام يا عبد الغفار بيه؟ هتدفعي لي ثمنها؟ متشكرة قوي. أنت رقيق قوي يا عبد الغفار بيه. هتتجوزي إمتى؟ قريب. مبروك يا باشمهندس. شكرا. مبروك يا باشمهندس. شكرا. مبروك. شكرا. ميرسي. انا خلصت على 35,000 والعقد يتسجل بكره الصبح. مبروك العربيات الجديده يا باشمهندس. المشكله يا بطل ان العربيات دي لازم تشتغل يوماتي. وعملت حساب الحكايه دي؟ طبعا. بالمناسبة قبل ما انسى، خد حفلة بكرة. تذكرتين بس؟ يبقى روح انت وسناء ولا جمالات ولا يروحوا هما الاثنين. ومين يجيبهم في نص الليل؟ جمالات بتهالي بتحب الاوبرا، خدها معاك. وسناء كمان بتحبها؟ وان ما كانتش بتحبها تحبها مخصوص؟ بتغير؟ الا بتغير، دي تعمل لي مداحه في البيت. شوف يا باشمهندس، اي بنت نفسها تتجوز النهارده قبل بكره. واي ست بتتحصل ليل نهار على ايام ما كانت بنت. هي كده، الست عايزه تتقلب بنت. والبنت عايزه تتقلب ست. ولا هيئه الامم تقدر تحل المشكله. ما تنساش انا منتظرك على الغدا. قلت ايه يا باشمهندس؟ المركب في المينا والعربيات عاوزها ضروري. 600 طن لازم توصل المينا. العربيات محجوزة. أرجوك وحياة والدك بيتي هيتخرب. اشرب القهوة. قلت ايه يا باشمهندس؟ قلت الطن 2 جنيه. 50 قرش السعر في السوق كله. اشرب القهوة. طيب يا باشمهندس نخليها جنيه الطن. جد سعر السوق مرتين. اشرب القهوة.
هات عقد ومضي مع المعلم. الطن باتنين جنيه. حاضر. عبد الجليل، عربيتك ان كان فيها عيب صلحه وخلي الميكانيك يكشف عليه. عم عبد الغفار، هو زعلان مني يا بابا؟ مش عارفة هلبسه امتى. قريب ان شاء الله. ولا حس ولا خبر من حمدي. اهلا عبد الغفار بيه. اهلا وسهلا. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا. اهلا. فستان الفرح؟ ايوه. مبروك. متشكرة قوي. احضر لكم الغدا. كل الطهر والجمال والبراءة، كل السلام والنور ملوا عينيكي، والأمل. انت لحن جميل يا جمالات، انت نغمة حلوة. اجيب لك حاجة ساقعة. انت المية التايه عطشان ضل طريقه في قلب الصحراء. اتمنى لك حظ سعيد. متشكرة قوي. اهلا عبد الغفار بيه. تفضل، الغدا جاهز. تفضلي. احنا نازلين يا جمالات. عايزه حاجه؟ لا بس ما تتاخروش، لو غبتوا عن 12 مفيش دخول. مش هنا، خرجوا من شوية. صحيح. جبت لك ايه؟ هدية الجواز. تعال. متشكرة قوي. تعال اقعدي. اجيب لك حاجه ساقعه. لا مفيش لزوم. تعرفي يا جمالات، طول عمري عايش لوحدي، مفيش حد اكلمه ولا يكلمني. تصوري لو جرى لي حاجه في البيت، محدش هيعرف ولا يدرى بيا، محدش عاوزني. مش معقول. صحيح، محدش بيحبني. ازاي يا عبد الغفار بيه؟ دي ألف واحدة تتمناك. صحيح. صحيح يا جمالات. مفيش نغمة حنان في حياتي، نغمة واحدة.
أعظم شيء، أعظم شيء في الكون كله ده في إيد الإنسان. سر الوجود كله اتنين بيحبوا بعض. جمالات عبد الغفار بيه، انتظرتك عمري كله. عبد الغفار بيه، عبد الغفار بيه. ليه بس كده يا ابني؟ دلقت القهوة وغرقت الدنيا يا ربي. معلش يا ماما، معلش. خير؟ كنت بقول ايه يا حمدي؟ مش تشتروا العفش جاهز احسن عشان ما تضيعوش وقت؟ نفسي نفسي افرح بيك. حاضر يا ماما، حاضر، حالا هجيب لك العروسة واجي. هروح اطلبها لك يا حمدي عشان تكلمها. تعالي، دي الساعة 12 تلاقيها نامت. بقول ايه يا حمدي؟ وتبقوا تقعدوا معايا هنا، البيت واسعة قوي. دي هي نفسها كمان تقعد معاكي. بسرعة، الجرس بيضرب. بسرعة يا حمدي قبل ما تصحى. كان لازم تصحيها. Thank you.